هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. دقة إلهية عظيمة في التمييز بين ضياء الشمس ونور القمر. أغلب المعاجم لا تفرق بين الضوء والنور، وتستخدمهما مرادفين لمعنى واحد، باعتبار أن النور من نار ينور نورا، أي أضاء، ولكن الخالق فرق بينهما. فهل يوجد سبب علمي لذلك؟ الشمس والقمر من أعظم آيات الله، تتجلى فيهما عظمته جل وعلا. ورد في آيات بينات من الذكر الحكيم: شبهت الشمس بالسراج، والسراج هو مصباح يضيء بالزيت أو بالكهرباء، وسميت أشعة القمر بالنور. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. القمر جسم بارد لا يصدر الضوء بل يعكسه على شكل نور. هذه الحقيقة لم تكن معروفة زمن نزول القرآن، ظنه الناس جسما متوهجا، لكن القرآن صحح المفاهيم وسماه نورا، والعلم الحديث أثبت هذه التسمية. فضوء القمر انعكاس لأشعة الشمس من على جرمه المعتم مع نسبة قليلة جدا من الأجرام المحيطة. أما الشمس فجسم ملتهب يصدر الضوء، فهي ضياء. وحتى عهد قريب لم يكن العلماء يميزون بين الشمس والقمر، حتى أثبت العلم أن الشمس مصدر الضياء وأنها فرن نووي ملتهب يحرق الوقود ويبث الضوء والحرارة. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.